اهلا بكم مشاهدي الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم في حلقه اليوم نناقش موضوعين اساسيين الموضوع الاول يتعلق بالدبلوماسيه الجزائريه بين الواقع والمأمول خصوصا بعد دور الجزائر في اجتماع دول منظمه اوبك في الجزائر والذي اسفر عن قرار بتجميد الانتاج لمده معينه وكذلك موضوعنا الثاني يتعلق بما وصفته نقابات بقطاع التربيه بانه نزيف يتعرض له القطاع بفعل تطبيق التقاعد النسبي، بطبيعه الحال يحضر معنا في الجزء الاول وفي الموضوع الاول من هذه الحلقه كل من الدكتور محمد بشوش الباحث الجامعي أهلا بك ويحضر معنا أيضا البروفيسور أحمد شوتري الأستاذ بكلية علوم الإعلام والاتصال أهلا بكما أهلا أولا بروفيسور أحمد شوتري لو أبدأ معك لنوصف أو لنقيم ما الذي حصل بالضبط في اجتماع الجزائر هذه المرة لا نتحدث عنه ربما من الجانب الاقتصادي ولكن بجانب الدبلوماسي ما الذي حققته الجزائر بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم، والله حسب النتائج الأولية يعني حققت نجاحات كبيرة. <applause> على المستوى الدبلوماسي يعني وهو جمع هؤلاء الفقاء الفرقاء. مثل إيران، مثل السعودية، مثل حتى الجزائر نفسها كطرف. وكل المنتجين النفطيين سواء خارج المنظمة أو داخل المنظمة بحضور روسيا مثلا فالجزائر استغلت الاضطرابات اللي حصلت في السوق فترة طويلة والتي بالتأكيد أحدثت قلق لدى المنتجين جميعا سواء داخل السوق أو داخل أوبك أو خارجها حتى ولو بعضهم لم يعبر عن هذا ولكن بداخل نفسه هو ومتالم لكن لا يصرخ قلق من هذا الموضوع وبالتالي انا برايي الحضور الكبير للمنتجين للنفط كان فرصه كبيره للجزائر ان تبدي قدراتها على تقريب وجهات النظر بين هؤلاء الاطراف اللي فيهم يعني هو, هو جمع بين عده اطراف كانت متناقضه سياسيا و سياسيا و سياسيا وربما حتى اكثر وهذا من عكس سياسيا وهذا انعكس على السوق وهذا عكس على السوق النفطيه ودخلها في تنافس لا يخدم منظمه الاوبك فالجزائر بتقديري نجحت الى حد كبير او انا عبرت عنها في وقت سابق قلت انا اللقاء هذا سوف يؤسس سيخرج بنتيجة ولو قليلة ولكن يؤسس لمرحلة جديدة يؤسس لمرحلة, يؤسس لمرحلة جديدة نعم. نعم. دكتور محمد بشوش إذا هل هو ربما أن آه هذا الألم الذي تشعر به الدول بخصوص الأزمة النفطية وانخفاض الأسعار والذي أدى بالكثير من هذه الدول إلى إجراءات تقشفية اعتبرها البعض تاريخية وغير مسبوقة هي من أتت بها إلى الجزائر أم أن الدبلوماسية الجزائرية كان لها دور خصوصاً أن هذه الأزمة ربما عندها سنتين، لكن في اجتماع الجزائر استطاع هذا الجمع أن يجتمع. أشوف والاجتماع أكيد يعني النتائج التي خرج بها أغلب أغلب المتابعين أو الدول المشاركة أقرت بأنه يعتبر نجاح بالنظر مم. إلى الاحتمالات السيئة التي وضعت قبل الاجتماع. مم. لأن الاجتماع هو كان تشاوري على هامش منتدى الطاقة العالمي والدول. قبل أن تحضر إلى الجزائر كان هناك ملاسنات كان هناك رفع سقف من بعض الدول وحتى ربما اتهامات بعدم الثقه بين ايران والسعوديه لا هو, 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 هو هو في في جزء خلينا من الجزء الاعلامي اللي حب يخلي الصراع نوعا ما ايديولوجي لكن هو بالاساس الازمه الاقتصاديه مست كل الدول التي شاركت يعني كل الدول اللي, اللي حضرت للجزائر حضرت لانها شع لانها تشعر بان الازمه الاقتصاديه واقعة الخزان العمله الصعبه لكل دوله بدا ينضب وبالتالي الحلول يجب ان توجد اليوم قبل الغد نعم دكتور محمد باشوش هذا ربما في الجانب الاقتصادي دبلوماسيا كيف يمكن ان نقيم اداء الدبلوماسيه ما الذي حققته بالضبط هنا في لا هو هو الجامع يشهد بان الدبلوماسيه الجزائريه من اجل انجاح هذا الموعد بذلت جهود كبيره لانه الموقع الذي توجد فيه الجزائر الان وهي هو نوع من الدبلوماسيه الصامته عدم اخذ مواقف حاده تجاه أي دولة متحفظة وما نقولش متحفظة بقدر ما نقول ممكن أنها هادئة أنها تحاول أن أن تتدخل في الوقت اللازم في حال توفر المعلومات لأنه الحق البيئة العربية الآن بيئة فيها مشاكل كثيرة، مم. الاصطفاف هو أسهل شيء، يعني لما يحدث مشكل بين بلدين، أسهل أول شيء, شيء هو أن, أن لكن أن تبقى على الحياد أو مش على الحياد، أن تبقى في مساحة تسمح بأن تكون مكان يلجأ إليه الأطراف في حال وجود المشكلة. المشكلة كانت مشكلة اقتصادية. أعتقد أن مكانة الجزائر بالنظر إلى سلوكها الدبلوماسي في الفترة الأخيرة كان أحسن بلد يمكن أن تلجأ إليه الدول المتصارعة لحل مشكلة نعم، اقتصادية. خصوصاً ربما دكتور أنه في هذه القضية أنه في الإعلام الغربي كان يركز على اجتماع السعودية وإيران ربما أكثر من قضية هذا التدمير الإنتاج. صح. لا هو شوف والغرب دائماً يحاول أن يحول النقاش. الى ما يفيد الاقتصاد الغربي الى ما يفيد التوجه الغربي لانه ما نقدروش نتجاوز الفكره اللي تقول بان عصر النفط مهما يكون بدأ في, في نحن في مرحلة الانحدار في عصر النفط م. يعني اعتماد الدول على أو, أو, أن تأمل الدول في وصول أسعار البترول إلى 100 و 110 دولار كما كان في السابق هذا عصر ولا العصر الجديد هو الدول الغربية تبحث على بدائل خارج الاقتصاد الدول العربية خاصة اللي تهمنا في النقاش هذا تحاول أن تجد حل وسط على الاقل يبقى عشر سنوات القادمه وربما أن الدول هذه كانت ربما تلوم على الجزائر انها لم تصطف الى طرف معين، ها هي اليوم تلجا اليه في هذه الازمه بروفيسور شوتري، كيف تعلق على هذا؟ ربما أن بعض الدول العربيه كانت تعبر بطريقه او باخرى انها غير راضيه على عدم اصطفاف الجزائر بصفتها بلد سني وبالتالي كان طبيعيا في وجهه نظرها ان تكون بجانب الحلف المملكه العربيه السعوديه وغيرها من الدول في مقابل ايران. سواء السعودية أو غيرها من الدول العربية اللي ممكن تلوم الجزائر في مواقفها في تجاه قضايا تظهر فجأة مثل الصراع السعودي الإيراني إذا سميناه صراع الجزائر ما مش قادرين يفهموا أن الجزائر مستقلة يعني تعتز بإستقلاليتها يعني قرارها وما تحب أنها تكون مجروره في تجاه اي قضيه هكذا عن عجل يعني وهذا يعبر أبو مدين الله يرحمه مره قال انا ما نحب نركب في قطار يتحرك <applause> شايف يعني لازم نكون صاحب قرار يعني نكون صاحب راي في المكان يعني ولذلك حينما تفاجئها الخلافات السعوديه الايرانيه الجزائر ما تنظر لاش كما تنظر لها السعوديه الجزائر عندها نظره اخرى يعني ولذلك الجزائر دائما تحاول تعطي رايها وتعطي موقفها واللي يقوم على عدم الالتجاء الى العنف استخدام القوه وبدل يكون الحوار والتلاقي بين هذه الدول اللي يجمعها الكثير مما يفرقها واذا ما قدرت فتبقى مثل ما قال الاستاذ بشوش ان تبقى في دائره اللي تسمح لها بمراقبه الاوضاع حتى, حتى تجمع حتى اكبر عدد من المعلومات المعلومات وفي نفس الوقت تدخل في الوقت المناسب ولذلك آه على الدول هذه تفهم المفروض تفهم بعضها وتفهم شخصيتها يعني الجزائر دولة تشوف في روحها دولة كبيره في, في الوطن العربي دولة مهمه في الوطن العربي آه ليس من السهوله انه تنجر لاي صراع ببساطه هيك يعني ربما هذا في هذه القضيه ان الجزائر عندها تاريخ من الوساطات المهمه بين ايران والعراق بين اثيوبيا وإريتريا. بين ايران وأمريكا نعم وبين ايران في قضيه الرهائن يعني هذا التاريخ ماذا يعنيه في هذا الظرف؟ والله الجزائر ما زالت متمسكه بهذا الدور ما زالت متمسكه بهذا الدور وخاصه بين الأشقاء وبين دول الجوار وحتى في العلاقات الدولية الجزيرة مازالت متمسكة بهذا الدور دائما تنأى عن استخدام القوة وتلجأ إلى الحوار بين الدول لكن أحيانا صوت إيه؟ الحوار يكون هو الصوت الأكثر خفوتا أمام المدافع أمام الطائرات أمام الميج وأمام الأسلحة الأمريكية وما إلى ذلك في الحروب إيه؟ دائما تنتهي بالمفاوضات الحرب العالمية انتهت باتفاقية سلام صح استسلام ولكن تنتهي بشيء من, من من هذا الحرب العراقية انتهت بقبول قرار تاع الأمم المتحدة تاع إيران و تاع الأمم المتحدة وكل الثورة الجزائرية الكبيرة العظيمة هذه انتهت بمفاوضات جنيف وهكذا شوف في السياسة هذا هذا هذه هذي 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 الجزائر بهذا الشكل نعم على الدول العربيه الكبرى او غيرها انها تفهم بعضها وتقدر مواقف الدول نعم بروفيسور تعجبك دكتور باشوش والله شوف حل... تكلمنا على الشق المتعلق مم. بمنتدى الطاقه بالنجاح في في, الم... في التشاور ل... بين دول اوبك دبلوماسيا قلنا بانه شيء ناجح لكن لما نوسع العمل الدبلوماسي اعتقد بان الجزائر في المرحله القادمه يجب ان تراجع عده نحن لا نقيم العمل الدبلوماسي بقدر ما نستشرف الوضع هناك عده مبادئ في في الدبلوماسيه الجزائريه ليس من باب من باب من باب مثلا البحث عن الجديد ان ندعو الى تغييرها وانما العالم من حولنا تغير الكلام مثلا نكونوا شويه امام هذا العالم خليني, خليني نقول لك حاجه بان الدول مم. بان الدول التي مم. اجتمعت في الجزائر هي المستفيده اكثر من الجزائر لانه يجيك في لا هو في حاله في نقطه الخلاف اللي هي أزمة اقتصادية الجزائر جمعتهم وخلتهم يوصلوا الى اتفاق ثم بعد ما ينفض الاتفاق كل بلد سيذهب وسيعيد نفس سلوكاته الدبلوماسيه في البحث عن مصالحه الشخصيه، بينما الجزائر تجمعهم اليوم في مشكله اقتصاديه وتبقى على الحياد فيما بعد وعلى محاوله فض الخلافات اللي الاطراف هي المستفيده الكبرى واش نقصد لك مثلا؟ احنا في منطقه لكن ربما هذا الحياد لم يكونوا راضين عليه، في الكثير من الملفات طلبوا منا ان نكون واضحين خصوصا لما مثلا بدات ما تسمى بعاصفه الحزم في اليمن، في الكثير من القضايا العربية كانوا يطالبون من الجزائر وكانت حتى التصريحات الضمنية تشير إلى أن الجزائر تغرد منفردة في هذه الدول السنية كما توصف شوف أنا فكرة أن الصراع السني الشيعي هذا لا أعتقد أنه, أنه لب القضية لأن وإن كان هو ظاهر لا إن كان يظهر, يظهر. ويظهر يحاولون اظهاره يحاولون اظهاره وجعله في الدرجه الاولى لان الاشكاليه اليوم انت لما الجزائر تكون ليبيا في حالة انفجار وفي حالة في حالة فوضى، مالي في حالة فوضى، عندنا مشاكل مع المغرب، مشاكلنا مع المشرق، كل بلد يريد أن تصطف باتجاهه، ونحن في موقف لا يمكن أن نصمد لمدة طويلة بهذا الحياد. يعني ما هو الحل لا أدري، لكن يجب مقاربة، يجب إيجاد مقاربة جديدة تراعي أولاً الوضع الإقليمي الحالي. لانه لاحظنا مثلا في الحاله الليبيه حتى اذا كانت الدبلوماسيه الجزائريه كان لها دور كبير جدا في ان لا تذهب ليبيا الى الى اكثر مما هي عليه الان الا ان الاشقاء الليبيين وجدنا صعوبه في التعاون معهم مع بدايه سقوط النظام نعم لاحظوا ان هناك عده دول انظمه تتغير في مصر تغير النظام في سوريا الآن لا ندري ما هو المستقبل في تونس فالانظمه تتغير معطياتها تتغير ونحن باقون على نفس الطريقه القديمه بين قوسين التي كان فيها للراي السياسي المكانه الاولى، اما اليوم فالراي الاقتصادي له هو, هو الاول الراي الامني لانه الكلام عن عدم التدخل في شؤون الدول لم يعد يحميك من تدخل الدول فيك في يعني نعتقد نعم. نعم. ان هذا الشيء اللي مسار الاحداث هو الذي سيحكم انا حبيت نضيف فكره فقط في انه اذا كان الجزائر خلت اليوم نعم. كل الدول تجتمع وتستفيد من هذا التجميد فتطور الاحداث سيبين هل ستحفظ هذا الدول الجميل للجزائر ما ستنق... ام انها ستنقلب عند اول أه، بروفيسور هل حان وقت نزيد امور جديده تتحكم في سياستنا الخارجيه وفي دبلوماسيتنا قال لك الدكتور ان الاقتصاد اليوم اصبح عنصر مهم لم أه. يعد تعد السياسه اولا الاقتصاد اصبح هو اكبر محرك شوف احنا رانا قاعدين نخلط بين موضوعين موضوع الطاقه اللي احنا موضوع اني وموضوع المستقبل <applause> إذا موضوع الطاقة خليني نخليه في مكانه. الجزائر لعبت دور لأنه حسب تحليلي توفر عاملين، العامل الأول هو حاجة الكل. الجميع الجميع كله يشعر بالخطر وهنا المدخل تاع الدبلوماسية الجزائرية ونشاطها في تقريب وجهات النظر وحل حل بعض الخلافات مثل العلاقه بين السعوديه وبين ايران في موضوع النفط <applause> اما المستقبل انا مع الاستاذ بشوش الجزائر لا يمكن ان تبقى منعزله او غلق الابواب على نفسها تبقى في قلعه والناس ترميها بالسهام العالم يتغير الاقليم يتغير السياسه الجزائريه في المستقبل اذا سميناها المرحله ما بعد الرئيس بوتفليقه بالتاكيد تجي سواء الرئيس بوتفليقه يكون يتعافى ان شاء الله او غيره فالمرحله نتاعو انتهت. فهذه لازمها سياسه جديده. تراعي الظروف المرحله الجديده انا واش طرح الاستاذ موافقه تماما تراعي الظروف الجديده والجزائر يجب ان يكون لها موقف في المغرب العربي، موقف في الساحه العربيه، وموقف في السياسه الدوليه. والا تبقى معزول ولم تب ولن, ولن ولن تبقى في منأى عن الصراعات. يعني هذا الهدوء لأنه لن يستمر ايه طويلا. فيه مشاريع ايه. اقليميه ما يلزمش ننكرها المشروع الايراني حقيقه ومبني على الطائفيه والنشاط الايراني موجود في الجزائر وموجود في تونس وموجود في المغرب وموجود في ليبيا وموجود في كل مكان ومصرحين به كبار القاده الايرانيين. لكن بالمقابل مثلا يعني فيه مشاريع اخرى مثلا يقول لك انه عاصفه حزم وما الى ذلك ان الجزائر يجب ايضا ان تبقى بمنأى عن هذه الازمات اللي راهي بعيده عليها نسبيا المشروع الاسرائيلي مازال قائم والجزائر ما مش بعيده عليه والحديث مؤخرا عن منذ, منذ فتره طويله على الجيش الجزائري مثل ما كان الحديث عن الجيش العراقي قائم وبالتالي احنا نحن في دائره الصراع السياسه الجزائريه القادمه والدبلوماسيه الجزائريه يجب ان تراعي كل هذه الظروف الاقليميه والدوليه وان تحزم امرها تحزم امرها للدفاع عن نفسها وعن مصالحها وما يلزمش تقول انا ما يهمنيش واش يجري في تونس وما يهمنيش واش يجري في ليبيا وما يهمنيش واش يجري في العراق وما يهمنيش واش يجري في السعوديه فالامور كلها مرتبطه لان العدو ينظرنا نظره واحده شايف ونحن نجزء نظره سياسه الجزائر بحدودها الحاليه ونغلق عليها هذه انتهت سياسه الحدود المغلقه المغلقه لن تستمر طويلا دكتور هو باشوش هو لو نبقى على هذا الحال ما الذي سوف يسرع ربما في آه فتح هو شوف احنا سندفع الثمن اذا بقينا بهذه الحاله لانه ما تنساش باللي الان كل الدول احنا في شمال افريقيا نحن نتغنى باننا بوابه افريقيا ولكن كل الدول الكبرى تستثمر الان في افريقيا كل الدول الكبرى اخرها الصين يعني وجودها في افريقيا الان في توسع الهند, الهند مثلا الحاله الجزائريه الان احنا اعتقد في رايي الى الان نحن في بين قوسين دبلوماسية ردة الفعل ليست دبلوماسية الفعل للمنظر. لا الفعل وش نقصد لك الفعل لأنه حتى اللوم ما يقاش على على الجهاز الدبلوماسي فقط لأن الأصل سابقا كانت الدبلوماسية ممكن هي الواجهة السياسية أو الإعلامية لبلد لكن الآن الدبلوماسية المفروض أنها تكون القاطرة التي تجر كل القطاعات إلى خارج البلد لأنه لا, لا يقبل أن يكون مثلا قطاع الاستثمار في السياحة أو في الاقتصاد أو قطاع وزاري في الاقتصاد أو في السياحة سياحه او في التعليم يقول اليوم باني ساسطر برامج على المستوى المحلي فقط المفروض ان كل القطاعات التي يمكن ان تربط علاقات مع الدول الخارجيه انها تمهد الارض الارضيه لهذه الأدوات في الدبلوماسيه أدوات خارج تعين الدبلوماسي للوصول الى اهداف لان اليوم لا احد يمنع ان تبرم صفقه اقتصاديه بين قطاع وزاري خارج الدبلوماسيه مهم. مع بلد اخر ويكون لهذه الصفقه دور كبير في توطيد العلاقه وفي كسب قضايا اخرى غير اقتصاديه او غير سياحيه مثلا مهم. لكن بالمجمل المسؤوليه في الترويج لانه في النهايه الدبلوماسيه هي الترويج لمكانه الجزائر ومكانه الجزائر يعني وصارت هذا الاقتصاد والتاريخ تكون في الدبلوماسية. كان سابقا يمكن التغليف يعني يمكن ان يكون بلد مغموم لا تعلم عنه شيء والدبلوماسيه هي اللي تعطيك الصوره التي تريد لكن الان البلد مكشوف كل البلدان مكشوفه لا يمكن للدبلوماسيه عصر سماوات مفتوحه وشبكه صحيح؟ التواصل الاجتماعي وبالتالي يجب الجديد لم يجب استثمار كل شيء نعطيك مثال مثلا الاستاذ ادرى مني في البرلمانات العربيه ناخذ البرلمان الجزائري مثلا لجان الصداقه كثيره جدا م. لجنه الشؤون الخارجيه موجوده هذه اللجان الصداقه وهذه لجنه الشؤون الخارجيه مفروض انه يكون عندها دور اكبر العلاقات مع افريقيا وزير كامل وبالتالي المسؤوليه مش تقع على على قطاع وزاري بما هي القطاع الوزاري في تقديره هو قطاع منسق بخلاف نحيو برك ال القضايا الامنيه والقضايا ممكن الحساسه اللي هي على مستوى نعم الدكتور بشوش البروفيسور احمد شوتري سوف نناقش ربما في الجزء الثاني من هذا الموضوع الاول المأمول كيف يمكن أن تكون لدينا دبلوماسية جزائرية تخدم المصالح الجزائرية أولا بطبيعة الحال وكيف يمكن أن يكون لها دور إيجابي في هذه النزاعات وفي هذا النار وفي هذا الحريق الحاصل في المنطقة العربية للأسف لكن بعد فصل قصير مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من موضوعنا الاول في حصه البلاد اليوم والذي نناقش فيه واقع والمامول من الدبلوماسيه الجزائريه مع كل من البروفيسور احمد شوتري استاذ بكليه علوم الاعلام والاتصال اهلا بك بروفيسور مره اخرى وايضا الدكتور محمد بشوش الباحث الجامعي اهلا بك دكتور مره اخرى بروفيسور احمد شوتري ربما لما نضع خريطه الوطن العربي دبلوماسيا نجد ان الكثير من الدول العربيه المهمه والتي لعبت ادوارا مهمه في فترات كبيره غيبت بصوره ممنهجه او غابت عن الساحه لنتحدث عن العراق الذي تقريبا استكفاه تماماً دوره. دوره. وتحول من صانع للحلول الى ازمه بحد ذاتها لنتحدث عن مصر لنتحدث عن سوريا مصر وما تعيشه من مشاكل سياسيه وداخليه وايضا سوريا التي تعيش حربا مدمره الجزائر اليوم تبقى هي ربما البلد ذو الطابع الجمهوري في مقابل دول الخليج الملكيه. ما الذي يحمل الجزائر من دور امام هذا الوضع؟ حملها مسؤوليه كبيره. لترفع الرايه. رايه الجزائر الجديده بمشروعها الجديد. اللي يتناسب مع حجم التحديات الاقليميه والدوليه. بعد التغيرات اللي حصلت في العالم. ومسؤوليتها أمام الأمة العربية مسؤولية كبيرة جداً يجب أن يعيها المسؤولون الحاليون والقادمون ربما يسمح لنا الخليج بكل ما يملكه من إمكانيات مالية أن الجزائر تستطيع أن تجاري تستطيع أن تنافس اسمح لي أنت أطرح مشروعك أنت أطرح مشروعك الجاد المخلص للجميع اللي فيه مصلحة الأمة وخلي تشوف الناس اللي يجي معاك أهلاً وسهلاً اللي ناصبك العادة عندك الوسائل اللي خلينا إيه؟ ربما بروفيسور نستعرض أهم القضايا التي شكلت جدل بين الخليج وبين الجزائر، قضية عضوية أو مقعد سوريا في جامعة الدول العربية حيث رفضت الجزائر أن يتولاها المعارضة السورية، قضية عاصفة الحزم في اليمن التي عبرت الجزائر أن الحل السياسي هو أولى من الحل العسكري، قضية تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، هذه الأمور ربما الخليج امتعظ منها شوف أنا أنا أشارك دول الخليج القلق اتفهم قلق دول الخليج لان المعركه على ابوابهم امام التصدي للمشروع الايراني المعلن وهذا اللي ما تشوف فيه دول الخليج ان الجزائر لم تلعب دورها كبلد سني في مواجهه هذا الخطر الايراني كما تصفه الجزائر لا تريد ان تلعب اللعبه الطائفيه وانا مع هذا الحل لا اريد ان نلعب اللعبه الطائفيه نستشعر الخطر نشخصه هي تقول لك أن إيران تمارس الخطر الطائفي تمارس إيران طائفية بامتياز <applause> ليست إسلامية إيران طائفية وهذا معلن عند كبار مسؤوليها اللي يقول لك بما فيهم رؤساء سابقين يقول لك نحن نحتل نحتل تقول لك أربع عواصم عربية وبغداد عاصمتنا التاريخية حبوا يرجعوا عاصمة يزدجرد الثالث اللي كان محتل العراق والسعودية قلقة لأن, لأن فقدان اليمن اللي سقطت الآن في يد الحوثيين اللي هم يجاهرون اليوم نقرأ في الصحافة الجزائرية يكرم أحد قادة الحوثيين في اليمن وسام الشجاعه عرف ايش نعم ربما انه الخليج أفق... إيه؟ اليمن افقد خليجيا لانه ترك في فقره وترك أس... في معاناته أس... أس... أه... ثم ألي... هذا موضوع تركه لقمه سائغه نعم هذا موضوع اخر وهذا حتى السعوديين يعترفوا باهمال اليمن يعترفوا دول الخليج والسعوديين يعترفوا انهم اهملوا اليمن آه... السعوديه قلقه لان المنطقه الشرقيه السعوديه ذات خمس ملايين مواطن شيعي معظمهم معظمهم شيعة والنفط السعودي كله هو في المنطقه هذه والخطه الامريكيه نفسها ربما كي نقول هذا الكلام الناس تستغرب من جبت هذه المعلومات الخطه الامريكيه تستهدف فصل المنطقه الشرقيه نعم حتى نعود الى, منطقة إلى الجزائر آه، بروفيسور الجزائر امام هذا الوضع الجزائر المفروض تدرك هذه الاشياء معليش ما تصطفش طائفيا ولكن لازم يكون عندها راي واضح ضد المشاريع كل ضد كل مشروع يستهدف امن الوطن العربي سواء جاء من تركيا او جاء من ايران او جاء من الكيان الصهيوني او جاء من امريكا او جاء من روسيا او جاء من اي وحده اخرى لازم نكون واضحين اي خلل يمس الامن العربي الجزائري المفروض موقفه يكون واضح ما مطلوب منها تدي قوات وتروح تشارك في دول الحزم. دول الحزم ولكن لازم الموقف يكون واضح ويوصل للمعنيين الايرانيين قال وين راكم رايحين؟ شايف وي احنا يعني. نرفض تقسم السعوديه نرفض انك تدخلنا في حرب طائفيه حبس يا اخي وين رايح؟ ما تضحك علي باسم الشعار الاسلامي نحن مسلمون قبلكم احنا اللي جبنا الاسلام نعم هو هذا الموقف المطلوب من الجزائر ما مطلوب منها انها تدي الجيش وتروح في عصر نعم. الحزب. نعم. دكتور محمد بشوش اذا هل تستطيع الجزائر ان تملا هذا الفراغ لتركت هذه القوى العربيه اليوم على الاقل ثلاث دول العراق مصر سوريا والله اذا تكلمنا على ما يهم الجزائر انا شخصيا مع فكره عدم لعب دور الاخ الاكبر في كل مره لا يمكن للجزائر أنها كل مرة تكون عبارة عن رجل الإطفاء الذي يذهب إلى بقع التوتر بين الدول العربية سواء صراع شيعي سني أو صراع مثلا بين الملكي والجمهورية. ده. هذه أمور نحن لا يمكن لا يوجد هناك علاج لهذه لهذه الصراعات لانها تتغير من فتره الى اخرى الذي هم الجزائر اليوم هو مبادئها في السياسه الخارجيه واضحه قال مثلا نحن لا نتدخل في شؤون الدول مثلا مهم. نحن ضد التقسيم لكن اعتقد ان الذي يخدم الحاله الجزائريه هو ان الجغرافيا تخدمنا قبل الصراع الطائفي لانه جغرافيا لا يمكن ان نفصل السعوديه عن ايران او لا يمكن لكن الجزائر ان الجزائر بعيده لا مش بعيده ولا... خليني في الجانب هذا مهم تاع مهم الصراع الطائفي هو احنا تخدمنا الجغرافيا بحيث ان الجزائر يمكن انها تدعو الى ضروره ابعاد الصراع الطائفي لانه لا يمكن ان نبعد سوريا عن 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 لبنان ولا يمكن ان نبعد السعوديه عن ايران ولا العراق عن ايران ولكن تبقى الجغرافيا عندها, تبقى تبقى عندها فعل ويبقى ما تحت الارض عنده فعل لانه صحيح. لا يعقل مثلا ان تعقل ان السعوديه يمكن انها تعقد اتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه وإيران تعقد اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بينما السعودية وإيران يتصارعان لا يمكن أن نمرر هذا الصراع الإيديولوجي أو الصراع الطائفي على أساس أنه يمكن أنه لا يوجد له حل يمكن ان تجد الحل انت مع الملحد ومع مع الشيوعي وربما حتى اتفاق الجزائر هذا تاع كان في كان إشارة, إشارة, اشاره هو الجزائر مثلا قلنا في السابق انه وجودها في مم. في مرحله عفوا في في مكان الوسط دعم هذا الموقف لكن احنا الان نشوف ما هي مصلحه الجزائر احنا الان لا نعتقد عفوا لسنا متاكدين من من سلوك الدول العربيه او الدول الاسلاميه في حال وقعت الجزائر في ازمه لان تاريخ الجزائر الجزائر لما وقعت في ازمه لم تجد خصوصا لم لم تجد السند الذي كان يرجى من عده دول فنحن في حاله السلم والامن الحمد لله نعطي دور او نقوم بدور الاخ الاكبر في اكثر من مرحله لكن لا قدر الله في حاله الازمه ليست لدينا اوراق يمكن ان تجعل هذه الدول تصطف بجانبنا لانه ما ننساش ان الدول هذه اصبحت دول براغماتيه ان العروبه والاصل والدين والمصير المشترك هذه ربما ادبيات هو لم يعد من عصر ما لم يعد هناك مصير مشترك تعرف علاش اذا كان احنا الجزائر والمغرب مثلا قابلين اكثر من 17 سنه والحدود مغلقه وبيناتنا 10 كيلومتر ونقولوا يمكن ان يكون مصير مشترك بيننا وبين واحد اللي بعد عليه ب 1000 كيلومتر الحاله بيننا وبين مالي نسمع على وجود أمريكي في الأراضي المالية اللي راهو يهدد الحالة الجزائرية. إحنا الآن في وضع صعب جدا. تعرف لازم لازم تكون هناك وقفة حول ما هي المسائل التي لا يمكن أن تحل في المدى القصير وبالتالي يجب إدراجها في المرتبة الثالثة أو الرابعة من الاهتمامات والبدء بالأمور المستعجلة وهي الأمور المحيطة بالجزائر الأمور الإقليمية ربما البروفيسور تحدث عن ما وصفه بغياب مشروع للدبلوماسية الجزائرية لا. هل فعلا نحتاج نحن إلى مشروع في هذا الظرف؟ أنا, أنا مع فكرة أن الدبلوماسية أو السياسة الخارجية باش تكون قوية مرهونه بامرين في رايي مرهونه بقوه الجبهه الداخليه مرهونه بقوه الاقتصاد لا يعقل ان يكون الجبهه الداخليه سياسيا مثلا في حاله يرثى لها وتقول يمكن ان تقود دبلوماسيه قويه لكن لا يعقل أقل لو قارنا مثلا وضعيه الجزائر بالكثير من الدول العربيه نجد اننا في استقرار خصوصا بعد موجه خليم. الربيع العربي الجزائر استطاعت ان تحافظ على قدر معين من الاستقرار الداخلي والتماسك شوف احنا احنا دائما ننجر الى وحده الصراع كالمستجير من بالنار. بالنار... بارك الله فيك علاش يعني يا إما الفوضى يا إما البقاء على حال ولا ندري ما# هو ما هو مآله... الربيع العربي في دول نجح في دول لم ينجح احنا الجزائر يمكن عندنا مناعه وعندنا تجربه لكن نحن لا نملك المستقبل لما تكون كاينه قاعده امريكيه في حدودنا في مالي في النيجر في النيجر لما يكون عندنا مشاكل مع المغرب مازال ما, ما حليناهاش لما يكون الحاله التونسيه غير مستقره فلا يمكن لما تكون ليبيا يعني مصنع بارود راهو ما نقدروش احنا نقولوا بلسان نضمن أننا نبقى البلد الوحيد المستقر الأرض تتحرك من تحتنا يا سيد فيجب الآن النظر بشيء قلت لك يجب إدراج أولويات الجبهة الداخلية إذا بقيت على هذه الحالة من خليني أقل أوصاف حالة من الضبابية مفروض أن السلطة التنفيذية تقوم بدورها الأحزاب السياسية تقوم بدورها السلطة التشريعية يعني تقوم بدورها يعني مش فقط في لما تروز. نذكر يعني الخارجية نتخيل العمامرة أو الساحل الخارجية مش فانتازيا الخارجية مش أنك تروح وتقول لا سوراني مليح لباس خذوا رأيي الخارجية نعم. هي المكسمة وداخلي هذه فكرة مهمة نستقصي عليها البروفيسور أحمد شوتري يعني م. أنت تحدثت عن المشروع قال لك هو م. يجب أن تكون عندنا جبهة داخلية، يكون عندنا اقتصاد، يكون عندنا وضع سياسي مستقر داخليا حتى يمكن تكون عندنا دبلوماسية قوية. أين نحن من كل هذا؟ صحيح، الدول تقاس باستقرارها. مه. بقوة اقتصادها باحتياجاتها للخارج القليلة ذاتيتها نعم، بجيشها، بعلمها وكل هذا يجب أن يكون بمشروع محكم وطويل المدى. بالقوة الناعمه نعم. ال... نعم عندها م. ثروه تراكم مالي في دول تحكم الأنب. السعوديه شيء قوتها؟ هو الفلوس فقط ما عندها شيء. الموجوده في امريكا. ايه ايه اه اه بالضبط. وراهي مهدده اه. حتى الان. ف فال... و... وثانيا مثل ما قال الاستاذ محمد م. السياسه الخارجيه هي انعكاس للسياسه هكذا تعلمنا في العلوم السياسيه هي انعكاس للسياسه الداخليه. في الجزائر في حاجه في المستقبل. م. إلى مشروع جديد للخمسين سنة القادمة للخمسين سنة القادمة مشروع على جميع الصعود في الثقافة في التربية في التعليم في التكنولوجيا في العلاقات الاجتماعية داخل الجزائر في العلاقات الإقليمية في العلاقات الدولية لازم يكون عندها مشروع ولازم ترسم لنفسها دور شايف وإلا ما تقدر تمشي وتعزوا بقوة الاقتصاد الداخلي بالجبهة الاجتماعية المتماسكة وبحالة النهوض الواعدة اللي تقدر تزيد في قوة المجتمع وتعطي دفع للسياسة الخارجية للأمام بدون هذه القاعدة ربما أنه الجزائر ليست بمانا نعم عن ربما أنه أزمة انخفاض أسعار البترول كانت عندها علينا أي مشكلة لي أثار لي اسمح لي يا استاذ علي إحنا منذ الاستقلال وإحنا نحكي على الأقل من السبعينات أو الثمانينات وإحنا نحكي على البدائل والتنويع التنويع. الدولة اللي ما تخلقش الثروة احنا الدولة تاعنا ليست خالقة للثروة صحيح احنا نستهلك في ثروة اعطاها الله سبحانه وتعالى ولكن لسنا دولة صانعة للثروة لسنا دولة صناعة ولسنا دولة فلاحة متطورة ولسنا دولة سياحة ولسنا دولة, دولة تكنولوجيا ريع بترولي وخلاص الروس الآن عايش والصين عايش بالأسلحة <applause> اوروبا عايشه بصناعه السيارات والروس عايش بصناعه الاسلحه احنا ما نصنع شيء رغم انه الجزائر كانت سباقه في عهد الرئيس هو بن الله يرحمه لارساء قاعده صناعيه متينه وبدينا نصنع احنا <applause> مصانع رويبة اللي هي شارين الترخيص من بيرلي وبدينا نصنع عده سيارات تشوف هذوك الان اللي الحافلات نتاعنا ما زالت متخلفه جدا في العصر نعم ربما هذا التشريح مثلاً في الوضع مثلا ما نطورها قدمت صوره غير جيده بروفيسور احمد شوثري هو هذا الواقع هذا حسب الواقع حسبك يعني طبعا المطلوب حاليا دكتور بشوش هو هو المطلوب كما قال لما نريد دبلوماسيه جزائريه تكون عندها دور تكون عندها تاثير تخدم مصالح الجزائر ولما لا نكونوا بنائين في هذا المحيط العربي والافريقي والمتوسطي والعالم من اين نبدا؟ هو في تقديري البدايه على صع... على صعوباتها سهله. يجب وجود رؤيه جديده. م. يعني نرسم خطه جديده قال م. احنا الى اليوم الى اليوم م. للاسف اكيد الرئيس بوتفليقه طوال مده حكمه عنده انجازات تذكر. لكن الى اليوم تتكلم مع اي سياسي يقول لك انا نطبق في برنامج رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهورية عنده برنامج لفترة زمنية لكن البلد كبلد يحتاج إلى رؤية تمتد إلى خمسين سنة <applause> لا يمكن الكلام اليوم عن سياسة خارجية في غياب أهدافنا ماذا نريد نحن هل نريد أن نبقى دولة منعزلة دولة حيادية هل نريد أن نلعب دور الأخ الأكبر أم هل الحياد عنده مفهوم سلبي ومفهوم إيجابي الحياد في العلاقات الدولية لا يمكن أن يكون إيجابي قد يكون ايجابي في فتره قصيره، لكن دائما على المدى الطويل لانك ما تقدرش تتحكم في الاوضاع، انت تكون محايد والاوضاع تتغير، اعتقد ان الجزائر يجب ان تحدد قد قد ياتي فتره من من فترات السياسيه ويقرر السياسيون في الجزائر ان تصبح الجزائر دوله عابره لافريقيا ويرسمون استراتيجيه جديده للبحث في العمق الافريقي. م -م. ندير الظاهر لهذه اوروبا التي تساوي منا في كل لحظه عن الدخول في الاتحاد الاوروبي وعدم الدخول حسب الاستراتيجيه التي تريدها الطبقه السياسيه الحاكمه ينبني عليها دبلوماسيه ناجحه او فاشله اما البقاء في رده الفعل فاعتقد ان هذا لا يخدم من الاساس نعم بروفيسور شوتري لو نختم معك كلنا. اهم النقاط ربما الدكتور باشوش ذكر النقاط انت في رايك من اين نبدا ربما حتى يكون عندنا انطلاقه دبلوماسيه جديده اعتقد الجزائر جديدة. الجزائر في الخمسين سنه الماضيه كنت نحكي مع الاستاذ محمد قبل ما ندخل الاستوديو حققت اشياء كثيره منها نشر التعليم المجاني لكل الناس منها توفير الكادر عندنا الان كوادر ما شاء الله في جميع التخصصات عندنا قاعده صناعيه الان تسمى نسبيا متخلفه ولكن موجوده قاعده صناعيه <applause> من ابدا من الصناعه الاساسيه اللي هي صناعه الحديد والصلب والارواح الى صناعه السيارات الى اخره حتى صناعه الادويه الى صناعه الاقمشه الى اخره فاحنا المفروض نرسم سي ما ما مشروع جديد للجزائر للنهوض بالجزائر وانا سميته في بعض الاحيان الاقلاع لان القاعده موجوده وفق رؤية جديدة في ميدان الصناعة، في ميدان السياحة، في ميدان الفلاحة، في ميدان التكنولوجيا وتوطينها، في ميدان تطوير التعليم. في ميدان تطوير التعليم، في ميدان التفكير في التصدير، في الأسواق. <applause> الآن ما أعتقد أن فيه شركات آه إذا الأوروبية نفسها في, في صناعة السيارات ترفض أنك ما تعملش معها شراكة، وهي تضمن لك التسويق. طيب. شوف مثلا آسيا. يعني اللي هي محرك الدبلوماسية واحد الدبلوماسيه هي خليط في كل شيء الدبلوماسيه هي يعني انعكاس لقوتك الداخليه صح. اذا ماكش قوي اذا ماكش قوي في الداخل لا وزن لك في الخارج نعم اشكرك جزيل الشكر البروفيسور احمد شوتري استاذ بكليه علوم الاعلام والاتصال والشكر موصول ايضا للدكتور محمد باشوش الباحث الجامعي كما اشكركم مشاهدي الكرام ربما كان هذا موضوعنا الاول الذي يتعلق بالدبلوماسيه الجزائريه ابقوا معنا موضوعنا التالي يتحدث عن شكاوى لنقابات في قطاع التربيه عن حصول نزيف في القطاع بسبب اعتماد التقاعد النسبي بعد فصل قصير لا تذهبوا بعيد اهلا بكم مشاهدي الكرام الى الجزء الثالث من حصتنا والذي نناقش فيه موضوعنا الثاني الذي يتعلق بتصريحات عدد من نقابات قطاع التربيه بان القطاع يشهد حاله نزيف حقيقيه وذلك بفعل تطبيق التقاعد النسبي نتحدث عن اسباب هذا النزيف كما وصفته النقابات وكذلك عن الحلول المقترحه مع الاستاذ الصادق زيري رئيس الاتحاديه الوطنيه الاتحاد الوطني عفوا لعمال التربيه والتكوين امباف اهلا بك سيد صادق زيري. مرحبا أخياني. مرحبا سيد صادق قدزيري تحدثتم عن نزيف يعيشه القطاع لو تشرح لنا ما الذي يحصل بالفعل ربما قطاع التربيه يقال انه بعيد عن هذا النزيف حصلت عمليه توظيف كبيره بالتالي الامور معالجه ما الذي يحصل بالضبط استاذ شكرا للاستضافة الاستضافه بسم الله والصلاه والسلام على رسول آه. الله آه على كل حال هذا النزيف آه، الذي تسب الذي تسبب فيه هو قرار الثلاثيه آه، وهو قرار الحكومه القاضي بالغاء التقاعد النسبي وتقاعد دون شرط السن مما اضطر الكثيرين بالالاف من الاساتذه والمعلمين من العمال الى الاسراع نحو التقاعد الى الاسراع بوضع بوضع طلب التقاعد على اساس انهم يخرجون في نهايه اوت المقبل من سنه 2017 واليوم التعداد حسب المصادر التي وصلتنا أن العدد الإجمالي فاق الأربعين ألف مسجل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر أربعين والعند... ألف؟ نعم إلى, غاية إلى جانب إلى جانب أنه هذا الشهر شهر أكتوبر أيضا هو موضوع للتسجيلات بمعنى في ظرف أسبوعين كانت هذه النسبة العالية ما بالك إذا استمر بنفس الوتيرة بمعنى أنه في نهاية شهر أكتوبر قد نصل إلى ضعف هذا الرقم أو يزيد قد يصل إلى 80 ألف أو 90 أو 100 ألف بمعنى أن هذا هذه كلها طاقات بشرية مهيئة كفأة في معظمها يعني ليس ليس من الغالب أنه سيذهب إلى كلهم كلهم نشاط وحيويه ماذا يعني هذا في في الميدان؟ يعني انه سيقع هناك قطيعه كبيره بين جيلين جيل الجزائر الذي اخذ المشعل لجزاره المدرسه الجزائريه متشبع بكل القيم الوطنيه س بهذا القرار نتخلى عنه ونجبره على التقاعد الجبري بمعنى هل هناك البديل ربما في هذا الجيل الجديد متخرج حديثا؟ أكيد. يعني فقط نخسر هذا الجيل اللي عنده خبرة واللي عنده أمور معينة أم أن الأمر سوف يبقى فيه يعني نقص وثغرات في سأوضح في, التن... في سأوضح الأمر قلت أن هذا هذا النزيف ستشهده المدرسة الجزائرية إذا تكلمنا عن قطاع التربية فقط م. وبالتالي سنخسر طاقات هائلة وكفاءات وهذا هذا البطر بين جيلين س... سيعطي انقطاع بين الجيل الجديد والجيل القديم بالنسبة للمدرسين بمعنى سنفقد المرافقة البيداغوجية في المدارس بمعنى أن التجربة التي سيأخذها الجديد من القديم الجديد من الحديث يعني من من الذي لديه اقدميه وخبره في فن التدريس الى اخره ستنقطع هذه يعني الصله عن نوعي وليس كمي هذه هذه من جهه من جهه ثانيه لما هذا القرار من طرف الحكومه نحن نحن كنقابه يعني وصلنا الى قناعه انه نوع من هذا القرار الذي بحجه انه الصندوق سي مقبل على الافلاس بهذا القرار الذي في قطاع التربية قد يتعدى المئة ألف ناهيك عن بقية قطاعات الوظيفة العمومية سنفلس الصندوق بهذا القرار لكن أنت تعرف ربما الخلفيات الاقتصادية والمالية التي أجبرت الحكومة على هذا الأمر يعني أن التقاعد النسبي كان خيارا صعبا لكن ربما تفرضه ضرورات الاقتصاد وضرورات المال وضرورات الوضع الحالي الاشكال ان هذا القرار اتخذ من جهه واحده احاديه لم نستشر فيه كنقبات قطعيه على الاقل كنقابات مستقلة لم نقل كلمتنا في هذا، نحن ما طلبنا شيء يعني خارق للعادة، طلبنا أن يفتح حوار جاد ومسؤول حول هذا الملف بعمق يدلو كل بدلوه، خاصة نترك المجال للمختصين <applause> للمختصين وللخبراء في في الشؤون الاجتماعية ليقولوا كلمتهم للبحث عن الآليات الحقيقية التي تحافظ على العمال وعلى مكاسب العمال من جهة وتحفظ التوازنات المالية للصندوق من جهه ثانيه ماذا عن مسابقة للأسف التوظيف للأسف التي تمت هذا لم يتم يعني, تحل يعني بعد وأدانا ممكن... الى 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 الاحتجاج 17 18 مه. المقبل ثم 24 25 سوف نعود الى هذا الموضوع استاذ صادق الزير لكن ماذا عن مسابقه التوظيف التي جرت مؤخرا قيل ان فيها اعداد كبيره سوف يلتحقون بقطاع التعليم ماذا يمكن أن نتحدث عنها؟ هل يمكن أن تحل بعضا من مشاكل هذا النزيف كما وصفتموه؟ أم أن الأمر فيه بعض التفاصيل وبعض التعقيدات؟ نعم الذين وظفوا هذه في بطار مسابقة أفريل الماضي ليست لديهم علاقة بالعدد الهائل الذي سيخرج للتقاعد لأنها رقم جديد الذي سنتكلم عنه أما الحالي كما تفضلت فعلا المسابقة تمت والتوظيف تم لكن هناك إشكالات ميدانية نعيشها يوميا وخاصة بعد اعتماد القائمة الاحتياطية. نحن مع فكرة الاستحقاق، مع الكفاءة، وهذا الشيء اللي جاءت به الأرضية التي يعني تقدمت بها وزارة التربية، وهي جميلة جدا نظريا وهي تعطي الحقوق نعم. أنت لأصحابها أنت ربما بها. تحدثت لي قبل أن ندخل للتسجيل تحدثت لي عن قضية أنه فيه 80 إلى 85% هم من النساء وأن النساء عندهم ظروف خاصة وأنه بعض المناطق بعض المدارس تكون بعيدة وبالتالي هذا هو اللي يزيد في المشكلة لو تشرح لنا هذه النقطة بالضبط أنه أنه هذه الأرضية نظريا كما قلت جميلة جد جميلة جدا ولكن عندما نأتي إلى في الواقع تصطدم بواقع آخر وهو أولا أن عدد الناجحين نسبة الناجحات في الامتحان يفوق 80% من 80 إلى 85% كله نسوة وبالتالي المناطق النائية في في الجزائر العميقة وفي كل الولايات لا يلتحق بها الذكور ما بالك بالإناث خاصة أنهن منهن المتزوجات منهن لا إلى أمهات. أمهات نعم وبالتالي هذه هذه ستكون حجرة عثرة أمام تطبيق هذا الوضع ما الحل أستاذ؟ والله في تقديري انه يتم احصاء يعطي الفرصه لهؤلاء حسب الترتيب والاستحقاق وننزل بالترتيب الى ان نصل الى الى الذكور اللي هم موجودين واذا وجدت الصعوبه ان يفتح ان يفتح من جديد الاستخلاف ولما لا والا والا كحل استثنائي تكون هناك مناصب معينه يعلن عليها للمسابقه من جديد ويعرف بهذه المناطق وتفتح للراغبين وللقادرين للقادرين وبعد على ان يلتزم بالبقاء في هذه المنطقه ثلاث سنوات نعم ربما سنوات أستاذ قضيه ربما قضيه ربما قضية, ربما قضية, ربما قضيه مسابقات في قطاع التربيه استاذ قضيه القوائم الاحتياطيه ربما الناجحون فعلا لم يلتحقوا لجانا الى القوائم الاحتياطيه حتى من كان في القوائم الاحتياطيه لم يلتحق ولماذا هذا يعني اول مره يعني هجوم كبير واقبال كبير على المسابقه في النهايه من نجح وحتى من لجأوا اليه احتياطا لم يلتحق ما السبب الناجحون في البداية التحقوا في معظمهم يعني نسبة قليلة جدا من الذين لم يلتحقوا لكن المناصب الحالية التي تفتح هي مناصب للتقاعد مناصب الذين ذهبوا للاستداع بالنسبة للذين تدرجوا في في الترقية على مناصب أصبحت هناك مناصب كثيرة شاغرة وتعددها أيضا بالألاف وبالتالي وكأنه توظيف جديد أعطيت هذه الفرصة من طرف الوظيفة العمومية وهي مشكورة لقطاع التربية لأخذ القائمة الاحتياطية القائمة الاحتياطية احتياطيه بالشروط وبالارضيه التي التي وضعتها وزاره التربيه ستجد صعوبات كبيره في بالنسبه للتطبيق، اما عدم الالتحاق يعود اولا الى ظروف ظروف العمل، المناطق النائيه هذه الذكور لا يستطيعونها، اولا قله المواصلات، تجد صعوبه في الاطعام، تجد صعوبه في الاقامه، النساء نفس الشيء لما تصل وتمضي محضر التنصيب ثم تنقطع ولا تعود، وبالتالي هناك صعوبه كبيره جدا بالنسبه هذه المناطق النائيه لابد لها من حل استثنائي، لذلك يتم الشغور ثم اللجوء الى القوائم الاحتياطيه. نعود الى قضيه الاضراب ربما انتم أنتم عن الاضراب ما السبب هذا الاضراب يعني؟ ما هي الامور؟ أعدتكم مجددا الاضراب خصوصا ان الاضراب في قطاع التربيه هدات الامور قليلا في الفتره الماضيه، لماذا تعودون هذه المره؟ والله بالنسبه لعوده القرار للاضراب هو نتيجه قرار الحكومه خاصه ما يتعلق بالغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون السن <applause> إلى جانب قانون العمل الذي لم نستشر فيه كنقابات مستقلة إلى جانب القدرة الشرائية اليوم التي تعاني يعني القدرة مهم. الشرائية في تدني مستمر هي هذه المطالب الثلاثة التي أعلن عنها التكتل النقابي لسبعة عشر نقابة ونحن جزء ونحن عضو في هذا التكتل كاتحاد في في 24 من هذا الشهر من الشهر الماضي سبتمبر تم الإعلان عن حركة احتجاجية تصاعدية تبدا ب 17 18 من هذا الشهر ثم 24 25 نريد فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومه حول هذه الملفات واذا لم تتم بقيه الحكومه يعني صاده ولم تفتح لنا حوارا جادا يعني هو اضراب تهديدي سيتم يتم الاعلان عن حركه تصعيديه تصعيديه بعد بعد اضراب 24 و 25 مثلا كيف ونحن لا نريد حركه ربما ونحن لا نريد لقطاع التربيه اولا لانه كل حركه تجيه كل اضراب ولو لساعه فله تاثيره السلبي على تمدرسة ابن التلاميذ نعم وللاسف انه هذا القرار جاء نتيجة لهذا الغلق من طرف الحكومة وكأننا غير موجودين لنتيجة التهميش نتيجة نستطيع أن نقول ولما لا الحجرة في استشارة نقابة مستقلة في الملفات وصلت وصلت الفكرة أستاذ صادق الزيري رئيس التصعيد يعود إلى القرار النهائي للمجلس للهيئات القيادية نعم للنقابات نعم أستاذ صادق الزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية وتكوين إمباف أشكرك تزال الشكر على هذه الإفادات مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة وبالحديث عن قطاع التربية نصل إلى ختام برنامج اليوم من البلاد اليوم الى مواعيد اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته